جوج ديال الناس مزوجين ودام الزواج ديالهم تقريبا شي 5 سنين، ولكن ما كتبش لهم انهم يولدوا. الراجل عنده الدنيا هانيه، قال للمراه ديالو يلا نمشيو نتبناو شي ولد، ولكن المراه ديالو ما بغاتش، قالت ليه ضروري خصني نولدو من كرشي ونربي على يديها. المراه شنو كانت كدير باش تولد؟ كانت كتمشي عند الفقهاء وتمشي عند الصحراء والمشعوذين وتمشي عند العشابه واللي قال لها شي حاجه تشربها باش انها تولد، وبقات على هذه الحاله هذه 3 سنين. 3 سنين واي فقيه قالوا ليها كتمشي عنده باش انها تولد. ومنين دازت تقريبا شي 4 سنين وهي تحمل وولدات وليد، ولكن هاد الولد هذا خرج ليها مجرم، خرج ليها سكيري، هي ما كيجبد ليها الصداع، وندمت على النهار اللي نوات فيه انها تحمل. راه الا كنتي باغي شي حاجه وما تيسراتش ليك راه الله سبحانه وتعالى بغى لك فيها الخير، ولكن الا مشيتي حتى تذكرتي وبقيتي كدير شي افعال ماشي حتى لهيم راه غادي ترزق داكشي، ولكن غادي يكون فيه بزاف ديال المشاكل. راه كل حاجه ما مكتبهاش ليك الا وفيها خير، بحال مثلا داك الراجل اللي كيولد غير البنات وباغي دري وكيبقى يولد 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 كيقلب على الولد ولكن كيخرجوا ليه غير البنات، وفي الاخر فاش كيذكر على الله سبحانه وتعالى كيرزقوا بولد، ولكن كيندموا على النهار اللي تزاد فيه. الا قلبتي القران وقلبتي على الكلمه ديال اكثر الناس غادي تلقى اكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون ولا يؤمنون، ولا قلبتي في القران على كلمه اكثرهم غادي تلقى اكثرهم فاسقون يجهلون معرضون لا يعقلون ولا يسمعون. يعني كنت من ذوك الناس اللي قال الله سبحانه وتعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور ومن امن معه الا قليل، ثلث من الاولين وقليل من الاخرين. جريمة أخرى وقعت بصلة. هاد الدري هذا في العمر ديالو 15 عام، كان غادي هو وصاحبو باش يجدو الويفي في القهوة، ومعه هما غاديين تلقاو ليهم واحد جوج ديال الناس. قال لي داك الدري اللي وقفو عطيني شي درهم، هو جابو الآخر قال لي ما عنديش. تزايدو في الهضرة، واحد فيهم شد ديك البولة الطويلة قسمها على جوج هو يخشيها الآخر هنا، هو يموت في البلاصة. القارئ أزهر قنديل الحصيلة على المرتبة الأولى عالميا في حفظ القران الكريم، ولكن بحال هاد الناس ما كيتوجهوش لهم الاعلام بحال مثلا حنزز تي في الى غير ذلك. هاد البنت هذيك في العمر ديالها 19 عام مريضه بالسرطان، ولكن شدوها البوليس في الحبس. تقول لي علاش؟ الشرطه البريطانيه شدتها حيت وهمت الناس انها مريضه بالسرطان، وخذت تبرعات القيمه ديالها 15,000 دولار، وهذا المبلغ دارت به العرس وسافرت هي والزوج ديالها في شهر العسل، وهما يشدوها البوليس البريطاني بتهمه النصب والاحتيال. وكيف القاعده ما تنساوش ديروا معكم لايك، تنزلوا تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. المهم هو الانستغرام ديالي اللي تفهم. انا حاط عيني على فاتي. وي انا اكس ديال فاتي. وي وي انا بيست فريند ديال فاتي. وي انا خو فاتي. لا 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 انا السريح ديال فاتي. فاش كتبغي تعاون امك ولكن كيهرب لي. الا بغيتي دير كاسك ولا شي حاجه ديرها لي بحال هكا. زوز بلوك كاسك تعتبر كاسك واعر. اي حاجه ضربات اي حاجه ضربات ما دير لك حتى شي حاجه. كيطرا والو يعني انا راه ما تنضرب على يدي لا والو، يدي راه ما تنضربش، مابقاش محترف انا بهذا الشيء، مقطع احترافيه. انت مشي ليا الشيف تقول كوميدي مشي كوميدي. أرا قلت لكم الطياب ديال الزوافرية أحسن من الطياب ديال العيادات، واللي عندها شي اعتراض تجي تحداني. كندير الفرقك وانت مي ويا روميما، عندني أنا ليلة غدا سكران، وندير الفرقك وانت مي ويا الوالدة، والنار شعلة في قلبي ويا الميمة. وعمي البيرو داروه الناس باش يخدموا ماشي باش يديروا التيك توك، أنا كندوي في التليفون حدا صحابي، صاحبي. كل البنات، حنا البنات تنعطيوها احنا السكتة احنا احنا السكتة ولا كدير شي اكسبوز سي عبد الرحيم بردتينا سي عبد الرحيم عبد الرحيم وما خلوناش نهضرو احنا السي البنان هذا السكتة وقفوا ورق عليهم وسي عبد الرحيم ورقوا المكياج ديال المعقول دابا شحال واحد يسحب لي واش هادشي بصح كان دابا مكياج الله عز المشروم داكشي ديال الهالوين الاستاذ ديروا مجموعات وخدموا على الموضوع اللي عطيتكم المجموعه ديالنا لا دي المجموعه ديال الكسالى الاسطوره ديال الحمام كيتقرقبوا كان ديما كيقول لنا واحد الاستاذ الله يسمح لينا الله يسمح لينا حنا ما كناش كنقراو ماشي ما كناش كنقراو ولكن كنا كنقراو ولكن غير زايا زايا الوقت
ولكن انا راكم عارفين كنكون ديما مع المجموعات اللي فيها القرايه. فاش كتجلس نهار الفرد حدا القرايه الاستاذ جلستي بواحد الطريقه ضحكات لي. المهم انا راه واخا ما كنتش قراي ولكن ما كنتش كنجلس حدا القرايه حيت كنت كنعتمد على راسي والحروزه اللي معايا. لا احد فاش كيحط صاحبي شي منشور حزين انا هادشي كتوقع في الفيسبوك. سلام سلام صافا صافا مال امك واش لعب معايا التنس اولا تكون كدوي مع شي واحد يقولك ايوا من عندك الله يحسن النعمه ديال سيري بوكر. فاش كتلقاي تليفونك عامر غير بوجه صاحبتك تليفوني شريتو ليك واش لمك تليفوني شريتو ليك هذه كتوقع خصوصا صحاب لايفون. فاش كيكون عندكم شي امتحان صعيب وكيقولك الاستاذ رجعوا الاجوبه ديالكم حتى فينا هما هاد الاجوبه بعدا باش نراجعوهم هذه كتوقع وخصوصا الا كان شي فرد صعيب اولا شي استاذ كيقولك قراو السؤال مزيان وعاودوا قراو وعاودوا قراو عاد جاوبوا تلقينا حنا بعدا الحل ديال السؤال بقى لينا الجواب. فاش كتعرف على شي واحد في الانستغرام انت من بعد 10 دقائق انستغرام مزيان واه ولكن عطي لهذا السيد حقه. انا سبحان الله العظيم ما عنديش مع جوج مواقع الواتساب والفيسبوك ما عنديش معهم بصفتي نهائية. انا خدام على اليوتيوب انستغرام تيك توك فقط. كير 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 نعم هذيك تكا انت اللي قلبت عليها انت اللي جبتي. فاش كتضربي معاه 10 سنين وكيحرق وكيخليك انت كتبي لا لا كتخرجي شي اغنية واقعية ولا ما عرفتش كتحرك. شو سميتها الميلودي شي حاجة ولا هاد الوقت ما عرفتش شو سميتها حيت كنتفرج فيها. دوك انا واحد بنادم فاش كنغلط مع شي واحد ما نقدرش نقول له اسمح لي كنقول له ديزولي بس كل كرامه ديالي كنحشيها لها ما كتفهمش الفرنسي فهمتو هذيك ديزولي ماشي بحال اسمح لي اسمح لي فهمتو. ولكن الانسان عادي الا طلب من شي واحد السماحه واخا يكون هو الغلط. نتوما يا رجال ما فيكم ثقه داير لي مزنيقه صنيقه نتوما يا رجال ما فيكم ثقه داير لي مزنيقه صنيقه الحب عندكم غير تخربيقه. بالله عليك واش هاد خونا هذا ما كيشبه سبونج بوب الاستاذ الا لقيت شي جوج اوراق مشابهين زيرو انا وصحابي. ترى هذا القسم كامل دار بحال بحال وكيحط لكم الشفنج الشفنج كيتحرك تما الاستاذ ما كيبقاش عارف شكون نقل من الاخر واحد شكون هذا واش هذا اللي نقل من هذا ولا الاخر اللي نقل من الاخر المهم كيتلف شنو كيدير كيحط الزيرو وهاد الشفنج سبحان الله الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب لا لا سنة جاوبي الله يرحم بها الوالدين جاوبي الله يرحم بك الوالدين لا سنة لا لا سنة عاودي لي واش طرا عليك ولا لا سنة عطينا وقتنا الله يهديك ألا لا سنة راه خليتيني حيران ألا لا سنة هادوك العوينات الله يحفظهم ليك ألا لا سنة راكي الطوب وراكي واش ديما أي فيديو ديال تيك توك خصني نبقى بحال هادو شي كيبكي شي كيطلب السماحة شي كيغني أنا أختي هو من هاد المرة راه غنعطيك واحد الوصفة سحرية يا أختي أنا نعطيك الوصفة أختي شوفي لو بغيتي الراجل يشد فيك ويوليك يقول لك شوفي انا نويت معاك لا معقول ورني داركم نجي نخطبك. المهم اش اللي كاين في هذا الفيديو الناس القدام هما اللي غادي يفهموني اشنو قلت تلاقوه في الفيديو الجاي تهلاو. مع اقتراب رمضان او لا من غير رمضان عندي لكم واحد الفكره زوينه بزاف وهذه الفكره هذه دليل على المحبه من نوع اخر. غادي تشري قران القران يكون على هذا الشكل هذا ملون باش ترتاح في القراءه وتعرف فين وصلتي وشحال من حس باقي ما قريتي وداك القران غادي تهديه للشخص اللي كتبغي. يحكى ان هناك شخص ختم القران كاملا بنيه الزواج بالشخص اللي كيبغي وفعلا ختم القران وتزوجوا واخر حاجه الدال على الخير كفاعله. اي والله يجيب لي فهمنا